عثمان بن الزناجة للاعتماد العشر بالآمال الصالحة. أولا، التوبة السارقة إلى الله من المعاصي والذنوب المتعلقة بحق الله، والتوبة من مظالم الناس والتحلل منهم. ثانيا، الصلاة في المسجد جماعة بالاستعداد للصلاة بالوضوء قبل الصلوات بوقت كافي، والحرص أن لا يؤذن للصلاة إلا وأنت في المسجد، والمشي إلى المسجد واستغلال الطريق في ذكر الله والدعاء، وكذا الاعتكاف من الفجر حتى الشروق أو ساعة بين العصر والمغرب أو بين المغرب والعشاء. ثالثا، صيام التسع الأوائل من ذي الحجة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، ومن ذلك صيام عرفة فهو كفارة سنتين. وتذكر أن من صام يوم في سبيل الله باعده الله عن النار 100 عام. فكيف إذا كان صيامك في خير أيام الدنيا العشر من ذي الحجة، حيث العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. رابعا، ختم القرآن في هذه العشر والدعاء. فتلاوة القرآن وختمها خير الأعمال وأعظمها أجرا. وليحرص المسلم ألا تمر العشر إلا وقد ختم تلاوته ولو مرة واحدة. والدعاء في هذه الأيام من أعظم العبادات، ومن ذلك الدعاء عشية عرفة، فهو من أحرى أوقات الإجابة. كذلك من صام هذه الأيام حري أن يستجاب دعاءه، فالصائم له دعوة عند الله لا ترد. خامسا، الصدقة. احرص في جميع العشر على الصدقة، فهي في نهار العشر ولياليها. وانوي الصدقة عنك وعن والديك وأهلك وجميع المسلمين. سادسا، المحافظة على السنن الرواتب والنوافل، ومن ذلك السنن الرواتب وهي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، واثنتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وكذلك النوافل ومنها الضحى. وليكن لك نصيب من قيام الليل وأن تصلي بعد صلاة العشاء الوتر ولو بثلاث. سابعا، التهجد والاستغفار قبل الفجر. احرص أن تجعل لك ساعة قبل الفجر تتهجد فيها، وأن تصلي 4 ركعات، وتطيل القيام فيها، وتستغل سجداتها بالدعاء فيهن، فثلث الليل الأخير وقت الدعاء فيه مستجاب. ولا تنسى الدعاء لوالديك ولأولادك ولكل مسلم من المستضعفين، ولتجعل قبل الفجر وقتا للاستغفار. ثامنا، ذكر الله والتكبير. املأ كل دقيقة بل كل ثانية من أوقات هذه العشر المباركة بذكر الله عز وجل، ومن ذلك أذكار الصباح والمساء وكذلك التكبير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والإكثار من الاستغفار ومن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله
تاسعا الأضحية، وهي من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله في عصر ذي الحجة، وهو الذبح لله وحده لا شريك له، ونحرها باسم الله تعالى. ولهذا صح في الحديث أن يوم النحر هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وهو أفضل أيام عشر ذي الحجة على الإطلاق وسيدها. والأضحية عن جمع من أهل العلم على المستطاع واجبة، وينبغي لمن أراد أن يضحي أن ينويها عنه وعن أهل بيته، الحي منهم والميت. اللهم بلغنا العمل الصالح في أيام العشر ويوم عرفة ويوم النحر، واكتبنا ووالدينا من عتقانك من النار يا ذا الجلال والإكرام.